تواصل أجهزة الدولة العمل في تنفيذ مشروعات تطوير القرى ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة، وتتضمن عمليات التطوير والتأهيل البيئي وردم المصارف في القليوبية ضمن مبادرة حياة كريمة. الزميلة آية الجيار مراسلة دي إم سي رصدت لنا آخر تطورات عمليات تأهيل رفع كفاءة المصارف في قرية الأحراز بالقليوبية. تحياتي لمشاهدي دي ام سي والزملاء في الاستوديو. بالفعل انا متواجده الان في محافظه القليوبيه، بالتحديد في قريه الاحراز مركز شبين القناطر، حيث تم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي وتم تشغيله ضمن مبادره حياه كريمه اللي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين البنيه التحتيه للقرى والتاهيل البيئي للقرى. ولمزيد من التفاصيل معنا استاذ طارق مهنا، رئيس الشؤون الاداريه بالوحده الصحيه بقريه الاحراز. استاذ طارق بنرحب بحضرتك، وعايز اعرف من حضرتك ما تم في مشروع الصرف الصحي بالقريه. تم انجاز الصرف الصحي كله في قريه الاحراز. قبل الصرف الصحي كنا عايشين في وباء وحاجات من ديت، بفضل المبادره بتاعت رئيس الجمهوريه تم العمل والانتهاء وتشغيل المشروع بتاع الصرف الصحي للقريه باكملها، وجاري العمل في باقي القرى التابعه للوحده المحليه بالاحراز في حكايه الصرف الصحي دي. عايز اعرف من حضرتك ايه الفائده اللي عادت على المواطن من تخطيط المصرف؟ بالنسبه لتخطيط المصرف، لا فائده كبيره. الناس كانت عايشه في وباء زباله، كسح كان بيترمي فيه. تم تخطيط المصرف دوت بطول 600 متر، تمام؟ ال 600 دول اتعمل منهم انتهاء منه 550، وفاضل 50 متر فقط لا غير، وبعد كده ممكن نستغله في اكشاك شكل جمالي للمدخل القريه، وطبعا المواطنين استفادوا كتير. بس استاذ طارق مهنا رئيس الشؤون الاداريه بالوحده المحليه بقريه الاحراز، شكرا لحضرتك. وده كان المشهد من داخل قريه الاحراز مركز شبين القناطر. شكرا ليكم وعوده اليكم مره اخرى في الاستوديو.